جايبين لكم المنديل هذا ما شاء الله تبارك الله، تتكون الغرفة من 9 قطعة. عندك الإنارة حقت تشريحة، جايك تحكم ريموت، وبرضه السرير تحكم ريموت، مترين في مترين. الدولاب جايك 3.20 متر. بالله وصف لي الغرفة يا أبو وصي. طبعا يونيتي كراش، وهنا تطبيق ودري. اللون هنا جاي خشبي مع اللون اللولي. طبعا هذا كلها الجوانب وكلها ضد الخدش، هذه كلها ضد الخدش ما شاء الله. إنارة حول الدولاب، وجايك هنا اللي هو نظام تعليق مع درج تحت، إنارة داخلية في الدولاب، مجرد ما تفتح الباب تشتغل معك. وجايك هنا اللي هو نظام تطبيق، وبرضه درج، وعندك خزنة مخفية. افتح لي الخزنة، هذه الخزنة حقت مجوهرات مستندات أوراق. وبرضه جايك اللي هو نظام تعليق مع تطبيق. السرير جايك 2 متر في 2 متر، نظام تخزين احترافي، إضافة إلى أريكة فيها تخزين برضه. عندنا اللي هو الشفنيرة، جايك نظام اكسسوارات، هذه كلها ضد الخدش. هنا بويت سيارات لون لولي. هذه الإنارة تشريحة ما شاء الله تبارك الله، وجايك برضه نظام اكسسوارات، وهذا اللي هو مراية تشخيص كامل مع دولاب عباية في نفس الوقت.